بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم فيه ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل جل جلاله أن يجعل هذه الساعة في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرقام الهواتف تظهر علي عندكم على الشاشة تباعا، وللمستمعين 0183 44 462 أو 0183 44 47 82. نسعد بتواصلكم معنا. بعض الإخوة يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف يا شيخ؟ تمام الحمد لله. فضلي. معكم أجيل. اهلا ام اسيل. بسال، انا حلفت يمين ودايره اكفر عنه. طيب. عايز اعرف كفاره اليمين اطعام 10 مساكين، انا اطلعها قروش لزول واحد ولا 10 مساكين اديهم القروش؟ وهل اطلعها قروش ولا لازم تكون اكل؟ طيب تسمعين. عايزه توريني طريقه كفاره اليمين، ده السؤال الاول. السؤال طيب. الثاني عايز اعرف حكم عمل الميك اب، انه زول يطلع بالميك اب برا والمكياج، يعني يعمل يعني يشتغل فيه ولا يعمل يعني لنفسه؟ الشغل فيه وانه الوحده تعمل وتطلع به، يعني طيب. لو كان خفيف او ثقيل، يعني انه شيء يكون ظاهر او ما ظاهر يعني. طيب. السؤال الثالث عندي جارتي وكان حصل بيناتنا مشاكل وكده يعني، فبلاقيهم هم رحلوا من حلتنا، لكن يعني ما في تواصل بيناتنا، حتى لما اقابلهم في الشارع ما بيحصل سلام وكده يعني. انت ما بتسلم عليهم ولا هم بيسلموا؟ ما بي أصلاً يعني حصل مشكلة بيناتنا، وهم جوا البيت والمهم حصل خلاف، يعني هم غلطوا علي شديد يعني. وحصل بيناتنا قطيعة وهم رحلوا من المكان يعني جنبنا. طيب. لكن لما نلاقيهم في الشارع بالصدفة ما قاعد أسلم عليهم وما قاعد يسلموا علي، عايز أعرف أنا علي ذنب ولا لا؟ طيب تسمعي. وأنا مفروض أمشي أصالحهم في البيت ولا لا يعني؟ طيب شكرا لك يا شيخ. تسلمي، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. الله يكرمك ويصلح ميزان حسناتكم يا رب. منو؟ الله يكرمك ويصلح ميزان حسناتكم يا رب. آمين. أم دانية معك. أهلا أم نادية، تفضلي. أم دانية من بورسعيد. دانية؟ دانية. دانية. أيوة. تفضلي. يا شيخ، أنا دانية دي حالة خاصة، في إعاقة يعني ذهنية بسيطة. لكن مرات بكون بصلي مثلا، ولو انا براي في البيت بكون مركزه معاه، يعني مثلا لو طلعت او دخلت اثناء الصلاه فهل يجوز تقطع الصلاه؟ طبعا لا يعني. لا بتقطع يعني مرات تمرق بره الصلاه ولا تمشي تجيبيها وتجي مثلا؟ لا لا، انا بكون بصلي لكن عيوني بتكون معاه. عمرها كم؟ لو اتحركت 12 سنه. 12 سنه. طيب. لكن مرات يعني بيكون عليها يعني بتعمل حاجات خطر، يعني بخاف يعني مثلا مرات ممكن تدخل راسها في الجرمين، مرات تفتح ممكن اخاف ممكن تطلع على الشارع كده يعني. طيب تسمعي الجواب. برضه مرات تكون في الصلاه مرات بتجي تلفتني عليها بالجوجل. طيب تسمعي الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام. معاذ زكريا محمود من الشماليه الزرايب. منو؟ زكريا محمود. هيا الله شيخ زكريا، فضل. من الشمالية. أهلا وسهلا. نعم. مرة بيت قريب المسجد، مجاور المسجد. بعدين بتقول أنا بسمع صوت الإمام في صلاة الفجر. وبتقول أنا بصلي يعني مع الإمام يعني. طيب. لحد ما يختم غلط يعني، تقول أنا معه طوالي يعني لحد ما يسلم. طيب يعني قالت صلاتي يعني تكون صحيحة يا رب ولا كيف؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ يديك العافية. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ آدم، كيف حالك؟ الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. أهلا طيب شيخ، معك السير محمد عارف الشمالي. منو؟ السير محمد عارف الشمالي. يا الله شيخ السير. كيف حالك يا الله يكرمك، تفضل.
إذا كان يعني واحد رابع يعني عنده أخت من الرباع، حتى تكون أخته بس يعني معاه الربعة معاه دي، والله البغيات كلنا أخوات. أيوة طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني نسأل عن يعني تفسير أواخر عامة يعني إن المتقين وفاضل إلى آخر الآية. طيب السلام عليكم. مرحبا السلام شيخانا، كيف حالك؟ حياكم الله، تفضل. ربنا يديك العافية يا أخي، ربنا يوفقك، والتحية لك ولك أنا الطيبة. الله يبارك فيك يا أخي، تسلم، تفضل. كيف حالك؟ ليش يا لكدي إذا ربع لك وداير رقمك يا أخي؟ معانا منو؟ معك عبد الناير. عبد الناير؟ معك عبد الناير، داير رقمك الخاص ده اللي معك سؤالين ثلاثة ورقم ده. طيب هات السؤالين الثلاثة. طيب هلا قبل الزان الصبح، قبل الصبح مأذن بخمس دقائق عشر دقائق، هلا اختلط ركعتين أربعة تحسب قيام ليل؟ طيب السؤال الثاني. طيب ثاني السؤال الثاني، هل يعني الإنسان اللي بيشهد كثير يجلب الشهادة يعني في النهار مثلا كل مرة أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طوالي كده يعني أكون ماشي يعني، هلا دارك ورينا يعني كيف فيها أجر كثير ولا يعني كيف يعني وريني عنها، خلي عن حسنات. طيب دار رقمك، دار رقمك الشخصي يا اخي. طيب اخواننا في الكنترول اديك له ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم الله يكرمك يا شيخ، كيف تمام؟ الحمد لله. معانا منو؟ الله يجزيك خير. الله معك أبو فاطمة. أبو فاطمة الله يكرمك، الله يندسه علينا إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول سؤال لي سلفية من البنك. ويلا لما جانا السدولي قالوا استلم شنو مواد من البنك؟ أيوة موادنا. أها يلا قدر ما يستلم مثلا موادنا هنا في شمال بحري، قمت شلت القروش من البنك. شلت القروش منو؟ القروش ما شلتها من البنك. اها البنك اداك قروش؟ اداني قروش ونفذ لي في مغلق شايله موادنا. البنك اشترى بضاعة واداك ليها ولا اداك قروش كاش مشيت اشتريت بها؟ ادى لي بتاعة المغلق. طيب اسمه شنو شيك؟ تمام. اها اساس انه بتاع المغلق يديني المواد. طيب يلا انا عندي القطع قاعد منيح ما في ماجي في شمال بحري. شلت القروش من هنا من بحري، انت اديت شرق الليل في مغلق ثاني ونزلت المواد. اداك كم بتاع الدكان بتاع المغلق؟ 10 والبنك حيشيل 12 طبعا. والله دي ما وروني لها ارباحهم كم. ما انت حتسدد كم؟ مش عملت عقد مع البنك؟ ما قالوا يعني لمدة سنتين وستة شهور يعني مدة ثلاثة سنة. طيب ها عندك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني إن شاء الله. أنا برضو عندي قروش بأجر 15 مليون بدي لي زول يترنى بعض حق المعرفة مشغله في موبايلات. أها وصلنا شهر شهرين ثلاثة الفائدة بنقسم النص. طيب السؤال الثالث. عندنا جيراننا جيراننا وطحننا ويعني في الأطرهم بيناتنا. أها بينا حكاية 7-8-29 سوا 9 شهور؟ لا 6-7-8-9 سنة. أها 20 سوا. طيب طيب البيت ده يعني الحمد لله فيه ناس معذورين أيامين عندهم نفسيات زي ثلاثة. أها هذا كنترات والمرض بيقى متطور يعني حتى لينا قريب له أسبوع نحن ما عارفين نشتغل عارفين له شنو في خطر. ودار أسأل كيف راح يبدي مع إنه هو قرابة وكذا. لا تسأل السؤال شنو؟ السؤال إن نحن قريب له أسبوع ما قاعدين نمشي له. ايوه ما قاعدين تبصلهم يعني خايفين منهم يعني؟ لانه البيت شو قريب له ثلاث انفار يعني عندهم نفسيات مثلا ناس البيت ما صعبه شويه الواحد يمشي فيها كلام
طيب تسمع الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. نعم. كيف حالك؟ كله طيب؟ الحمد لله، تفضل. معك عبد الرحمن عرب الشمالي. حيا الله عبد الرحمن، تفضل. ارفع صوتك شوية يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن؟ نعم. أيوة ارفع صوتك يا أبو عبد الرحمن. الله يعزك يا أخي، أنا قلت لك بس أنا عندي زوجتي كان عندها في رمضان. عندها شنو؟ عندي يعني. رمضان. أها. رجلي كانت حامل. أها. في رمضان اللي بعديه كانت مرضع. طيب. وحسي يعني بعديه برضه كانت في حمل يعني نفس عندها زي ثلاثة. أها. نزل في كيفية القضايا. طيب. اللي بيكون في قضاء، بيكون في كفارة، بيكون عليها شغل كثير يعني. ده السؤال الأول. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة ل يعني شخص عنده سحر أو عين. أها. بيحتاج لأدوية شعرية مثلا. أها. طيب لو كانت مرة وهي كانت في حالة تحيض أو نساء دائما الشخص اللي بتشوفه بالمنظر الرئيسي يكون على طهارة كاملة مثلا كده. طيب. سؤال هل يصح انه مثلا الرؤية للحائض أو النساء أو هل يرقى للحائض يعني؟ نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، معي معاه. تفضلي. معي منو؟ معاك أم أحمد. أهلا يا أم أحمد، يديك العافية. تفضلي. بسأل إذا أنا طالبة زوجي قروش. أها. دينتي يعني؟ أي دينت دين. أها. ولما أجي طالبة بين ما ضربة. ها بديكي؟ بيقول لي، بقول له طيب معاك يعني، أنا بقول لي أنا والله متساهم. بقول لك شنو؟ بقول لي أنا والله متساهم، خليني مع الله. أها. وثاني حاجة، نعم. وثاني حاجة أنا مشترية منه البيت، كان ظروفه صعبة وجاتني ورثة كذي وأنا ساعدته بيها. أها. عشان قلت له عشان ما تبيع البيت. أها. هلا أنا في ساحته ما كتبت البيت. لما هو بعد سنة كده قام يتزوج، لما نزوج قلت له لا كتب لي البيت أنا كده ما بضمنه. أها. اها هسه مستغل البيت يعني ساكن فيه انا واولادي، لكن شنو ما يدفع ايجار، ما بصل لشنو حاجه. البيت حق منو؟ البيت حقي انا بقى. باسمك انت؟ اي. طيب السؤال شنو؟ السؤال لان ما بدفع ايجار، ما بصل لشنو حاجه، ما بطلع منه يعني انا محتاجه لحقي. خلاص انت تطلعي من البيت. انا بعايل لاولادي. خلاص يا اما تصبري على اولادك يا اما تطلعي من البيت. طيب. لا فدي أنا عندي حق ولا ما عندي حق؟ طيب تسمع أنا الجواب. أنا مظلوم ولا ما مظلوم؟ هم مستطيعوا عندي يعني. تسمع الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا السلام. نعم. يا خديني رقم الشيخ هسا وقعت منك ما تديني الرقم. يا إخواننا في الكنترول اديك له يا إخواننا ادوا التلفون عليكم الله. ما وقعني هسه ما عندنا. طيب يدوك لي الان. السلام عليكم. طيب هذا ماشين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور ابراهيم الشين حييك وحي قناة طيبة، مستمعين طيبة، مجاهدين الأمة الإسلامية في كل مكان. حياكم الله. كيف أحوالكم؟ أول شيء نحن عايزين نعرف البعد جهالة كيف يعني. تعرف شنو؟ البعد جهالة. ها؟ عايزين نعرف البعد جهالة، البعد جهالة نعرفه كيف؟ البعد الجهالة.
يلا نحن عندنا وثيقة هنا ده يعني مثلا عندنا جماعة بيجيبوا الجيش داخل السوق. أها. وبيقوم الجيش ده مثلا أنت المستهلك اللي عندك البهايم ديل بيبيعوا لك بستة جنيه. أها. ولزول الماشي يبيعوا بيديه له بأربعة جنيه وبيديه له بكده. لما نجي الزول الدارج ياخذ بدت محاربة للبهايم يعني عشان انت يكرهوك في بهايمك ويكرهوك في حيات زي دي يعني شنو بدون اي رغابة والبيع بجهالة يعني البيع بجهالة شديد يعني يعني مثلا الربطة دي اساسا ربطة من الحوض من هناك ربطة مثلا يبيعها بجنيه لما نجي داخل السوق يلقى السوق ده مثلا يعني قشه بسيط بيقوم يبيعها لهناك بعشرة جنيه الربطة بعشرة جنيه يعني البيع بجهالة واضح جدا واضح 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 طيب طيب ثم ثانيا السؤال الثاني السؤال الثاني يا مولانا يعني في ناس كثيرة جدا بشيل الوسخ داخل السوق يعني بشيل وسخ ده بكبه في نص الشارع في عياد المسلمين والناس بقت عندها سكري وعندها أمراض يعني إذا حبشتك قزازة أو حبشتك حاجة يعني بتقوم ترقدك في المستشفيات مسافة طويلة جدا طيب. يقول لك يا أخي هما ما بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنا بيقول لك يا أخي الشغل المحلية تجي تخم المحلية المحلية أنا بتجي تخم لكن أنت بتكب الوسخ ده في نص الشارع أو جم باب زول أو كاوي جم دكان زول ها وتجي تقول المحلية طيب. تجي تشيله لك تمام يعني أنا داير من المحل ده داير تنفع الناس زي عن حديث الرسول صلى الله طيب. عليه وسلم جزاك الله خير وجزاك الله خير وإحسان وشكرا جزيلا الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي معكم إسراء من الشمالية منو؟ إسراء من الشمالية إسراء؟ أيوه تفضلي يا إسراء ليه سؤالين السؤال الأول هل يجوز يعني مثلا لو زل داير يطلب صغر هذا آدم جاء يعني جاء هو ما طلب الرغيبة في البيت ممكن يطلب الرغيبة والله يطلب تحية المسجد طيب السؤال الثاني هي المسجد زادة يعني ممكن يعني زي ما انت وكلنا عارفين في اوقات من هي عنها خمسة اوقات من هي عنها ممكن لو انا جيت في الاوقات دي ممكن اطرد حيث المسجد طيب شكرا جزيلا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم بيك العافية ان شاء الله يعافيكي ومعاكم ملماحي في الريتة سهلا أم الماحي تسلم إن شاء الله عندنا دقاقة شغالة في الشلة دقاقة؟ أيوة حقة العيش أها والناس بيشيلوا منها العيش هل حلال ولا حرام؟ حقة منهي لكن؟ عامة يعني دقاقة كم دقاقة؟ ها؟ كم دقاقة بيبقوا في النمرة؟ لا بيشيلوا منها العيش كيف؟ العيش ده ما حق ناس منها تبتدي مثل الحواشات لا الدقاقة بتشتغل في عيش منو؟ في أي مزارعي طيب والبيشيل العيش منو؟ الناس الشغالين فيها أيوة بيشيلوا ساكت بدون إذن الناس بدون إذن سيد الحواشة سيد الحواشة قاعد لكن ما أفهم إنه مجبور ولا رضيان بس ساكت بس أقدر نشوفه هل حرام ولا حرام طيب العافية. الله يديك العافية إن شاء الله طيب أيها الإخوة نخرج إلى فاصل قصير ثم نجيب من بعده على هذه الأسئلة ونستقبل بقية الاتصالات أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد نجيب على أسئلتكم أختنا أم أسيل بتسأل عن كفارة اليمين ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن كفارة اليمين إنها إما أن تكون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكفارة اليمين تكون بإطعام المساكين عشرة من المساكين والمسكين يطعم وجبة واحدة مشبعة وجبة واحدة مشبعة في اليوم و يجوز أن تعطى لعشرة مساكين ويجوز أن تعطى لمسكين واحد
وقدرت هذه التكلفة ب13 جنيها على الإطعام الذي في رمضان أو فدية رمضان لمن كان لا يستطيع الصوم نسبة لمرضه أو كبر سنه. فاليوم الواحد يا أختنا أسيل ب13 جنيه، إذن العشرة ب130 جنيه. يجوز أنها تعطيها لأسرة واحدة، ويجوز أن تعطيها لعشرة أشخاص، ويجوز أن تعطي شخصا واحد عن 10 مرات إذا كان هو مسكينا ولا يستطيع أن يعمل أو لا يستطيع أن يتكسب. هذه هي كفارة اليمين. السؤال الثاني بتسأل عن عمل التجميل وما يسمى بالميك اب والخروج به. أما الخروج به فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ثم قال الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا لا يجوز إبداء الزينة إلا لهؤلاء المذكورين في هذه الآية، وهم محارم المرأة. ويجوز لها أن تبدي هذه الزينة للنساء من جنسها، إذا كان المجلس فقط فيه نساء مثل الأعراس مثلا، يكون فقط نساء ليس معهن رجل، فلا حرج أنها تبدي هذه الزينة لهن. أما أنها تذهب بها وتخرج بها إلى الطريق وتمشي بها ليراها الرجال في الشوارع، فهذا ما يجوز أبدا، ولا يجوز لرجل أن يسمح لي قريبته سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما أو أختا أن تفعل مثل هذا الأمر، وإنما هذه من الأمور المحرمة. سواء كان هذا الميك اب خفيفا أو سواء كان ثقيلا أو سواء كان شاذا أو سواء كان كله، ما يجوز أن المرأة تبدي زينتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج المرأة من بيتها وهي تفلة. إذا كانت تخرج إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تخرج إلى المسجد إلى الصلاة إذا كانت قد مست طيبا أو بخورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مست طيبا أو بخورا فلا تقربن مسجدنا، أو حتى تزيل عنها ذلك الأمر. ولذلك ما يجوز للمرأة أن تبدي هذه الزينة أبدا. سؤال الثالث عن أنها كانت بينها وبين جارتها خصام، وانتقل هؤلاء الجيران قبل أن يصطلحا، وإلى الآن لو تلاقوا في الشارع لا يسلم بعضهم على بعض، هذا أمر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على الجار وتحمل أذاه والإحسان إليه. ما يجوز لإنسان أو لإنسانة أن تخاصم جارتها لدرجة أنها تجدها في طريق فلا تسلم عليها، وإذا سلمت لا ترد عليها، هذا ما ينبغي، وهذا ليس خلقا للمسلم أصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذين الاثنين لا ترفع لهم أعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الخميس ويوم الاثنين إلا المتشاحنين. يقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا، دير خلوهم يقعدوا لحد ما يتصالحوا، بعد ما يتصالحوا بعد ذاك فلا يرفع لها صلاة ولا يرفع لها بر والدين ولا يرفع لها أي شيء لا يرفع. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلذلك إذا أنت مشيتي والواجب عليك أنك تمشي وتصالحيها، إذا قبلت الصلح فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب وهذا هو المرجو. ما قبلت الصلح أنت قد خرجت من الهجر، يرفع عملك ولا يرفع عملها، يقبل منك ولا يقبل منها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. أم دانية بتسأل أن عندها بنت كفيفة، وأحيانا تكون تصلي وتخرج هذه البنت وتمشي من هنا وإلى هنا، هل تقطع الصلاة؟ لا تقطع الصلاة، وإنما تذهب وتأخذها وتأتي بها إلى بجوارها، أو يعني الآن 12 سنة
هي يعني بقت تفهم الكلام وتسمع الكلام، ولذلك تأمرية تقول لا يا أخي إلا إذا كانت مثلا يعني عندها عاهة أخرى يعني تجري هنا وهنا، فلا حرج أنها إذا قطعت الصلاة إذا لم تلتفتي إلى غير جهة القبلة، يعني إذا كانت هذه جهة القبلة ما استدبرت القبلة فيجوز لك أن تذهبي وتأتي بها ثم تصلي وتواصلي في صلاتك، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ما تطلعي من الصلاة، لا تخرجي من الصلاة، وإنما تذهبي وتأخذيها معك إلى جوارك أو توقفيها معك. و12 سنة دي خلات تجي تصلي معك، يعني علميها الصلاة، قولوا ليها، وريها، سوقيها، أنت لما تمشي تتوضي سوقيها معك من أجل أن تتوضأ، وعلميها الوضوء ثم تأتي بها لتصلي معك وتقلد، تأخذيها مثلا في الركوع توريها إنه دي ركعة، ثم توريها إن هذه سجدة، ثم هذه جلسة، وهكذا حتى تتعلم هي الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. أخونا زكريا من الشمالية بيسأل عن امرأة بيتها قريب من المسجد، وأنها تسمع صلاة الإمام في صلاة، تسمع قراءة الإمام في صلاة الصبح، وهي تصلي معهم من البيت، فهل هذا صحيح؟ نعم، الصلاة الصحيحة إن شاء الله تعالى طالما أنها تسمع صوت الإمام وتصلي مع الإمام في بيتها، وصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. أخونا السر من الشمالية بيسأل أن الأخت من الرضاعة هل تكون المحرمة هي فقط أو أخواتها؟ بالنسبة للإنسان الذي رضع، هذه الأم التي رضع فيها بنتها، هذه التي رضع معها وبناتها الأخريات كلهن يصبحن محرمات عليه هو، عليه هو، لكن هذه البنات الثانيات يحل لأخوانه، فلذلك كل من كان لها نسب، يعني هذا الولد الذي رضع مع هذه البنت أو رضع في هذه المرأة، كل أقارب هذه المرأة بيكونوا أقارب بالنسبة له بالرضاعة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب، يسأل عن الآيات الأخيرة من سورة عمة، إن للمتقين مفازا، مفازا أي فوزا، وهذا مصدر ميمي، يعني إن للمتقين فوزا، إن للمتقين مفازا، ثم بيّن الله عز وجل ما هو هذا الفوز، فقال حدائق وأعناب وكواعب أتراب، يعني لهم جنات، في هذه الجنات حدائق، وفي هذه الجنات أشرف أنواع الثمار وهو العنب، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لشرفه. وكذلك الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فإذا هذا هو الفوز الحقيقي، أن يفوز الإنسان بجنة الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي البنت الشابة التي تكعبت أثداؤها، يعني وهذه يعني قمة الشباب والرغبة فيها أكثر من غيرها. وكواعب أترابا أي ذوات سن واحدة، كل أسنان يعني عمر واحد، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكأسا دهاقا أي كأسا مملوءة من الخمر، وليس كخمر الدنيا، وإنما هو خمر الآخرة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا، لأن خمر الدنيا إذا شربها الإنسان والعياذ بالله لغى، وربما تكلم بالفجور من الكلام، أما خمر الآخرة فلا يسمع الإنسان ولا تؤدي إلى قول اللغو ولا غير ذلك، وإنما تؤدي إلى قول سلاما سلاما، كما جاء في آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء، أي هذا الحدائق وهذه الكواعب وهذا النعيم الذي هم فيه جزاء من الله عز وجل، وفاقا أي موافقا لأعمالهم التي قدموها، جزاء من ربك عطاء أي عطاء من الله سبحانه وتعالى، حسابا أي كافيهم،
زي ما أنت تقول للإنسان عندما يقرأ القرآن حسبك أي كافيك، فالله عز وجل يعطيهم من الحسنات حتى يقولوا حسبنا كفانا كفانا، أو يعطيهم الله عز وجل من الجزاء ما يكفيهم ولا يحتاجون إلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله عز وجل أهل الجنة فيسألهم فيقول هل رضيتم، يقولون وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تبعدنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول الله عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، جزاء من ربك عطاء حسابا. من هو هذا الرب؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا في ذلك اليوم، لا يملك أحد أن يتكلم، لا يملك أحد أن يشفع، كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا بإذنه، ولا يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا يملكون منه خطابا أي لا يملكون أن يخاطبوا الله سبحانه وتعالى ويقولون له حاسب الناس، جازي الناس، خذهم من هذه أرض المحشر إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا أحد يملك ذلك إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهؤلاء الذين رضي الله عز وجل شفاعتهم ذلك اليوم الذي فيه هذه الشفاعة اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله عز وجل ترك الأمر للإنسان، الذي يريد أن يهتدي يهتدي، والذي لا يريد أن يهتدي لا يهتدي، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى الأمور واضحة. ولذلك كل من لم يهتدي إنما هو بسببه هو، لأن الله عز وجل بيّن كل شيء في القرآن وبيّن كل شيء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبقي لأحد حجة، لا يوجد أحد من الملحدين أو من الكافرين أو من المنافقين عنده حجة عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيّن كل شيء. ولذلك من ضل فإنما ضل بسببه هو، يرجع إلى نفسه ويشوف ما هو سبب ضلاله والعياذ بالله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، الله عز وجل أنذر، ومن أنذر فقد أعذر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هذا العمل الذي أمامك هو الذي فعلته أنت، إن كان صالحا فلنفسك، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن شاء اتخذ إنا أنذرناكم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر في ذلك اليوم يا ليتني كنت ترابا، لا أحاسب، لا أسأل، لا يتمنى الموت، وحين لا ينفع الندم والعياذ بالله. والله أعلم. أخونا عبد القادر بيسأل إنه قبل الصبح بخمس دقائق، قبل أذان الصبح الثاني بخمس دقائق قام صلى له ركعتين، هل هذا يعتبر قيام ليل؟ نعم يعتبر قيام ليل إن شاء الله تعالى، وله أجر من قام بركعتين. قال في زول بيكثر من الشهادة دائما، تلقاه في الشارع في أي مكان يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله، هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله عز وجل، كان يحصى له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب، ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 70 مرة، استغفر الله 70 مرة أو 100 مرة، وهكذا. ولذلك كل ما شغل الإنسان لسانه بذكر الله عز وجل فهو على خير. أخونا أبو فاطمة بيسأل إنه أخذ سلفية من البنك، أولا البنك لا يسلمك مال وإنما يسلمك بضاعة، قد يحدث بعض الخلل إنه البنك يجيب الشيك ويسلمك يسلم لسيد المغلق ويقول لك ديك البضاعة أنت استلمها، الأصل إن يحوز البنك هذه البضاعة إلى مكانه ثم بعد ذلك يبيعها لك بعقد آخر غير العقد الأول، تمام. لكن أنك تستلم من هذا الإنسان من صاحب المغلق تستلم منه مال، هذا ما يجوز أبدا، وإنما هذا ربا، لأنك ستدفع مالا بزائد. يعني مثلا إذا كان البنك اشترى هذه السلعة من هذا الرجل صاحب المغلق 10,000، أنت ستدفع 12,000 أو 13 أو 12.5 أو المهم ستدفع زيادة، لأنك ستدفع بالتقسيط والبنك سيضع ربحه على هذه البضاعة. لذلك متى ما استلمت مالا فهذا صار ربا، لا يجوز لك أن تأخذه. قال عنده 15 مليون أدها لأخوه يشتغل بها تجارة موبايلات،
وبعد ذاك الفائده بيناتهم بالنصف، ما في حرج في ذلك. تتحمل الفائده، تاخذ الربح وتتحمل الخساره. اذا حدثت خساره فهي عليكم الاثنين، واذا حدث ربح فهو عليكم الاثنين مع بعض. قال عندهم قرايب ساكنين جنبهم منذ 9 أو 8 سنوات، لكن الان يعني عندهم مرضى نفسانيين ما بيقدروا يمشوا اليوم. انا لا ادري يعني ما السبب الذي يمنعكم من زيارتهم. فالمرض النفسي لا يعدي الا اذا خفتم انهم يتسببون باذى لكم، يعني مثلا يضربوا انسان او مثلا يعني يؤذوا انسان، فلا حرج في ذلك انكم ما تمشوا وتسلموا عليهم بالهواتف او بكذا وتطمئنوا على احوالهم، ما في حرج ان شاء الله. أخونا أبو عبد الرحمن بيسأل أن هناك زوجة لها أكثر من رمضان، مرة حامل مرة مرضع مرة حامل مرة مرضع، كيف تقضي؟ عليها أن تحسب هذه الأيام فتقضي ما فاتها من أيام رمضان. وهناك فتوى من شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الزبير أن من تعددت عليها الرمضانات فإنها في هذه الحال تنتقل من القضاء إلى الإطعام، فتطعم عن هذه الرمضانات التي ذهبت، ثم بعد ذلك تستأنف ما بقي من رمضان. يعني الفاتت دي تقوم تطعم عن كل يوم مسكين، وهي فتوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تطعم عن كل مسكين عن كل يوم مسكينا، ثم رمضان الجاي إن شاء الله إذا الله عز وجل ألحقنا إياه تصوم مع الناس بقدر الإمكان، وتحاول أنها يعني تباعد بين الولادات يعني حتى تستطيع أن تقضي رمضان. سؤالها الثاني أو سؤاله الثاني نجيب عنه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم، ارفع صوتك يا أختنا. معكم معمر من الشمالية. أهلا يا أم معمر، فضلي. عندي سؤال يا شيخنا في لبس النقاب. لبس النقاب. شيخنا في ناس بلبس النقاب لكن ما بغلت وشهم، يعني بس بقولوا مثلا من السلام. كيف يعني؟ يعني ما دارين يسلموا على الناس؟ أي ما دارين يسلموا، يعني بس يعني بقولوا من السلام يعني. أيوة طيب. يعني هم بيكونوا يعني بين الناس مزارعين وكذا، يعني شغلهم مفترض مع الرجال والنساء. لكن بلبسوا عشان ما يسلموا، لكن الوش ما بغسلوا بالتزموا يعني بالهذا. بقيت شنو؟ يعني ما بغسلوا وشهم لكن ملتزمين. ما بغسلوا وشهم وملتزمين؟ أي. طيب يعني علاقته شنو بالنقاب ده؟ يعني هم بيلبسوا النقاب عشان ما يسلموا على الناس، عشان الناس ما يصافحهم، مش كده؟ اي لكن ما بغطوا الوش. ما بغطوا وشهم؟ اي. بغطوا شنو طيب؟ ما النقاب هو تغطية الوجه يا اختي صح؟ اي. طيب هم بيعملوا شنو؟ يعني يا شيخ ما مثلا يعني في الشغل يعني في الزراعة دي مختلطة كده، يعني ما بغطي الوش لكن هم أصلا لابسينه يعني. لما يعني أصلا لما يكونوا ماشيات في الشارع بيكونوا لابسين نقاب، لكن لما نيجي يشتغل في المزارع ما بيلبسوا. أي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حياكم الله. الله يجزيك خير، الله يكرمك يا أخي. تفضل. عندي سؤال واحد بس. منو أنت معنا؟ معك عمار. حي الله عمار، فضل. أنا شغال في شركة. نعم. وشغال بنسبة سنويا. يلا بالنسبة للمصاريف. بكون في مصاريف ما مسجلة. أيوة. يعني حاجة خشت علي مصاريفي بطن البيت كده. يلا نهاية السنة قبل ما أعرف حقي بتكلم مع مدير الشركة بقول يا أخي العفو والعافية. ومدير الشركة بيعفاني. طيب الشركة حقة المدير ولا حقة زول تاني؟ هاي حقته ذاته، ده صاحب الملك ذاته. طيب أنا شغال معه مرابحة. تمام. يلا قبل ما أعرف حقينا في حاجات خاشة علي وبكون ما مسجلة.
طيب هو لما انت تقول لي يا مولانا العفو والعافيه ده عارف انه مثلا في حاجات كده في اموال ما سجلتها في حاجات كده دخلت عليك؟ انا بقول المصاريف دي ما حقيقيه. بيقول لك ولا انت بتقول له؟ انا اللي بقول له، انا اللي بساله. طيب انا اللي بقول له الكلام ده. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله. طيب جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخنا، يديك العافيه ويعافيك. دي سؤالين ان شاء الله. معي منو؟ عبد العزيز. عبد الله من الجزيرة. عبد العزيز. عبد الله من الجزيرة. عبد الله. عبد العزيز عبد الله. ايوه يا عبد العزيز تفضل. يعني هل الوضوء بالمو الدافي في كده الوضوء بالماء الدافي؟ ايوه كده. ماله؟ وجود. ايوه. طيب. وعاد هل انا قديم هل جبت لي الزكاة؟ شنو؟ الزكاة. ارفع صوتك. والله اذا كنت صوته ضعيف قلت لك هل يجوز لي الزكاة؟ يجوز لك الزكاة؟ اي انا زول يتيم. انت يتيم؟ ايوه بالمليون ما يطلي كم. ما شغال يعني انت؟ لا شغال. قلت لك هل يجوز لي الزكاة؟ انت عندك قروض ارت زكية؟ لا لك مثلا كان لقيت قروض يعني مليون، في المليون اطلي كم؟ يعني لو لقيت لو اكتسبت قروش دار تزكي كم؟ عارف المليون ازكي كم يعني. طيب تسمع الجواب. السلام عليكم. طيب الوقت لا يكفي لاسئله زياده، نحن نجيب على هذه فاذا بقي وقتا. طيب اخونا ابو عبد الرحمن بيسال اذا كان هناك انسان عنده سحر وخصوصا اذا كانت مراه وهذه المرأة في حال الحيض هل يرقى لها؟ نعم، الرقية تكون في حال الحيض في حال الطهر كله لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن الأولى والأفضل أنه تؤخر الرقية حتى تكون المرأة تطاهر، لأنها حتى تلامس الرقية مكانا طاهرا، فإن القرآن طاهر وكذلك يعني هو أدعى لي الشفاء إن شاء الله تعالى. أخذنا أم أحمد بتسأل إنه إذا كان في زوجة طالبة من زوجها قروش ولما تطلب منه يديها يتماطل أو يقول لها خلي الموضوع ده لربنا أو كده، أو ما يجوز مثل هذا الكلام أبدا. طالما أن الرجل أخذ من زوجته دينا يجب عليه أن يسدد هذا الدين. المرأة سواء كان زوجته أو أبوه أو أمه أو أي زول شال منه دين يجب عليه أن يسدده، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الموضوع، موضوع الدين بالذات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال له يعني أرأيت إن قتلت شهيدا أيغفر لي ذنبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ولى الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالرجل فأتي به فقال كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت شهيدا أرأيت إن قتلت شهيدا أيغفر لي ذنبي؟ قال نعم إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينبغي لإنسان أنه يشيل أموال الناس أو يأخذ أموال الناس ثم يعني يماطل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. ولذلك ما يجوز للإنسان أنه طالما أخذ الدين من إنسان يرد هذا الدين، وطالما صاحب الدين جاء وسألك عن دينه يجب عليك أنك تعطيه، ما يجوز لها. السؤال الثاني اللي هو مركب من السؤال الأول أنه عندها بيت حقها وهي جالسة فيه هي وزوج وأولادها، الآن مفروض زوجها يدفع لها إيجار، هي تقول له خلاص أنا بيتي ده عايز أجره، أنت أجر لنا إحنا بيت أنا وأولادي، أما إنها باقية وتخاف على أولادها وتخاف على كذا فهذا لا ما يصح ليك إن شاء الله تعالى، عليك إنك تطالبيه بالسكنة. وندعو مثل هذا الزوج إنه واجب عليه إنه يعني يبحث بيتا لأهله ولأولاده، ما يجوز له إنه يعتمد على زوجته. أي رجولة هذه؟ الله المستعان. أخونا عبد القادر بيسأل عن أنه يعني هو بيسأل عن بيع الجهالة. بيع الجهالة هو أن يبيع الإنسان شيئا مجهول الوزن، مجهول الكيل، ما معروف وزنه كم كيلو كم، هذا مجهول، فهذا أو مجهول العين. يعني مثلا زول يقول لي يا أخي أبيعك ما في يدي هذه ب10,000، في يدك دي فيها شنو؟ يمكن يكون فيها خاتم ب100 مليون، ممكن يكون ما فيها أي حاجة،
كن يكون فيها حجر، فهذا جهالة، فما ما يجوز. أو أبيعك ما في هذه الغرفة، الغرفة دي فيها شنو الله أعلم، فهذا شيء مجهول، هذا بيع الجهالة. أما ما ذكرته من بيع القش، إنه إنسان بيشتري بيجيب القش، إذا كان زول داري بيع لقدام بيبيع له بأربع جنيه، وزول داري يشيله لبهايم بيبيع له بستة جنيه، فهذا السوق، من أحب أن يشتري من هذا يشتري، من أحب أن يشتري من هذا يشتري. لا نضيق ولا نحجر على الناس، لكن في نفس الوقت ندعو الآخرين الذين يعني يمتلكون هذه السلع أن لا يشقوا على الناس وأن لا يضيقوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التضييق والتشديد على أمته، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني أو التوجيه الثاني، إنه بعض الناس سواء كانوا في الدكاكين، لذا خطيت ناس الدكاكين، لكن في حتى أصحاب البيوت يعني يأخذوا الأوساخ من داخل البيوت ويضعوها في الشارع، هذا كله ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، ولذلك ما يجوز للإنسان أنه يتنازل يعني هذه الدرجة الدنيا. إذا الإنسان تنازل عن هذه الدرجة، إذا وجد الأذى في الطريق ولم يأخذه، الدرجة الأخيرة دي ما عنده، فكيف بمن يأخذ الأذى ويضعه للناس، سواء كان فيه زجاج أو روائح كريهة أو يعرقل عليهم في سيرهم، فهذا ما يجوز وما ينبغي للإنسان أنه يفعل ذلك. ولا يحتج به المحلية أو غيرها. المحلية أنت خذ الأوساخ التي عندك وضعها في شيء، في كيس، في شوال، في برميل، في أي شيء يحفظها، ما تشتت في الشارع من أجل أن المحلية تجي تأخذها. هكذا ينبغي على الناس أن يفعلوا هذا الأمر، وأن يكونوا يعني قمة في الرقي. لكن للأسف الشديد يعني كثير من بلاد المسلمين تتسم بهذه الصفة القبيحة، صفة الاتساخ. يعني الإنسان يأخذ أوساخه من داخل البيت ويرميها في خارج البيت، وتصبح الدنيا كلها متسخة، ويعني سلوكنا سلوك سيء لا يخبر عن حقيقة الإسلام وحقيقة التدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في دين في الدنيا دي بيقول للناس إنه إنك تزح الأذى من الطريق فيكتب الله عز وجل لك أجرا في الآخرة والدنيا إلا الإسلام. ولذلك ما ينبغي للناس إنهم يخالفوا هذه الأمور. خدنا إسراء بتسأل عن الرغيبة أو تحية المسجد، إذا الإنسان ما صلىها في البيت وجاء المسجد إنه يصلي ركعتين بنية الرغيبة فتجزي عن تحية المسجد. يصلي ركعتين بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر فقط، أي الرغيبة. إذا دخل الإنسان المسجد في أوقات النهي فإنه لا يصلي بل يجلس. إذا دخل الإنسان في أوقات النهي الخمسة، عند شروق الشمس وعند غروبها وعند طول وبعد الفجر وبعد العصر وعند قائم الظهيرة، هذه الأوقات الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فالإنسان يجلس ولا يصلي. أم الماحي بتسأل إنه هناك الدقاقة بتدق العيش تحصد العيش والذرة وغيره، وفي ناس بيجي يشيلوا عيش من هذه الدقاقة بدون إذن صاحبها، أو أحيانا صاحبها بيكون موجود ولكن لا يتكلم، يعني لا يقول خذوا أو لا ولذلك ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ما يجوز لك إنك تأخذ حاجة حق زول إلا إذا كانت نفسه طيبة بذلك الأمر. أما إذا كان نفسه لا تطيب يسكت، ليس السكوت علامة الرضا. يعني أنت جيت شلت الحاجة دي من قدامي، أنا كوني أنا سكتها هذا ليس الدليل على أني راض وسمحت لك أنك تأخذها، إنما يمكن يكون خايف، يمكن يكون لا يريد اللوم، يمكن يستحي. في ناس بيخجلوا وما بيقدر يتكلم مع الناس، يعني ما يقدر يقول لك ما تشيله، وهو يكون محتاج ليها وهو ما دايرك أنك تشيله. فما يجوز للإنسان أنه يأخذ هذا الشيء إلا بعد أن يستأذنه. تستأذنه يا أخي أنا داري لي عيش أودي لي أولادي، قال لك شيل شيل، ما قال لك شيل ما تشيل. طيب أم عمر بتسأل عن النقاب وكيف، يعني في بعض الأخوات منقبات، لكن لما يكون مثلا في الزراعة في كذا ما بيكونوا لابساتهن، مثلا بيكونوا متبلمات أو كذا. الأصل إنه الإنسان إذا المرأة إذا جاء رجال يعني أو عملهم مختلط عليها أن يعني تكون منقبة حتى لا يشمت بها الناس. أخونا عمار بيسأل عن
لابد يا اخونا عمار لابد ان تبين له تقول له يا اخي اسمع والله انا في حاجات كنت قاعد اكلها او بشربها او بتخش علي بسجل بها رصيد بشتري بها كده ما قاعد اسجلها. لابد انك توريه عديل تقول له كده حتى عداك تقول له العفو والعافيه. اخونا عبد العزيز من الجزيره بيسال عن الوضوء بالماء الدافي. لا ما في حرج ان شاء الله تعالى. والزكاه لا تجب الا لمن ملك النصاب وهو 49 مليون و725 جنيه 49 مليون و725 جنيه. بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه. اسال الله عز وجل لي ولكم العفو والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.